أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أن مفهوم السلم الأهلي بوصفه قيمة إنسانية سامية يعتبر مسؤولية مجتمعية وتتقاسم كافة المكونات أمانة صونه وتعزيزه، لا سيما الإعلام الذي يعد شريكا أصيلا في تحمل هذه المسؤولية، مشيرا معالي إلى أن ما يشهده العالم اليوم من اقتتال وتحارب وازدياد مظاهر الإرهاب والعنف والتحريض عليه والتي تؤججها الجماعات المتشددة تستلزم من الجميع وقفة جادة لوأد ومنع استشراء هذه الفتنة التي تقوض أهم ركائز الأمن والاستقرار وهي السلم الأهلي. وكان معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة تفضل فشمل برعايته الكريمة صباح اليوم حفل افتتاح أعمال المنتدى الخليجي الثالث للإعلام السياسي الذي ينظمه معهد البحرين للتنمية السياسية بحضور عدد من كبار المسؤولين في المملكة. وبهذه المناسبة دعا معالي المؤسسات الإعلامية والصحفية إلى ضرورة استثمار المزايا العديدة التي توفرها الطفرة الاتصالية والتكنولوجية التي نشهدها في عصرنا الحاضر لنشر الخطابات القائمة على ثقافة الحوار البناء والتسامح واحترام حقوق الإنسان على نحو يمكن الشعوب من العيش في أمان بعيدا عن النزاعات غير المبررة دينيا وأخلاقيا. وأضاف معاليه أن البحرين استطاعت وبفضل المشروع الإصلاحي الرائد والشامل لجلالة العاهل المفدى أن تضرب مثلا رائعا في وحدة صف أبنائها المؤمنين بأهمية العيش في بيئة آمنة والرافضين لكافة أشكال شق الصف والإخلال بالنسيج الاجتماعي المتماسك والمتوحد والدعوات الساعية إلى هدم مسيرة الخير والنماء التي تحققت بفضل المخلصين. وحي معاليه معهد البحرين للتنمية السياسية على مواصلته في استضافة أعمال هذا المنتدى للسنة الثالثة على التوالي لمناقشة مواضيع مهمة في هذا الوقت بالغ الدقة والحساسية، فضلا عن استقطاب نخبة وكوكبة بارزة من المختصين والمهتمين، متمنيا معالي التوفيق والنجاح لجميع المتحدثين والمشاركين في المنتدى والخروج بتوصيات من شأنها أن تكون إضافة على صعيد تعزيز مفهوم السلم الأهلي باستخدام الإعلام وسيلة لذلك. بعدها تفضل معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة بتكريم الفائزين بجائزة المنتدى. الإعلام اليوم تقليديا كان أم جديدا تعددت من خلاله الوسائل والمنابر وطغت فيه القضايا السياسية واستحوذت على المشهد، مزيج سياسي إعلامي في الموضوعات والشخصيات أماطت لثام النسخة الثالثة من المنتدى الخليجي للإعلام السياسي، وحاجة ملحة لتعزيز قيم التعايش والاحترام وضعت نصب أعين معهد البحرين للتنمية السياسية ليرفع شعار هذا العام وهو الإعلام والسلم الأهلي. جاء فكرة هذا المنتدى الإعلام والسلم الأهلي من أجل تكريس ثقافة السلم الأهلي في مجتمعاتنا العربية، لأنها تعتبر تحصن هذه المجتمعات أمام أي جماعة متطرفة. يتطلب ضمان السلم الأهلي مقومات عديدة وللإعلام دوره في صناعتها، وهذا ما تتيحه منصة أعمال المنتدى من خلال جلساته التي تدار من قبل ساسة وإعلاميين يتناولون أهمية الخطاب الإعلامي في تعزيز السلم الأهلي ويستعرضون تجارب من واقع الإعلام التقليدي إلى جانب كشف مخاطر الإعلام الجديد على تماسك المجتمع الخليجي. يأتي الموضوع المطروح حاليا في هذا المنتدى في محله استشرافا للمستقبل، إنما كيف يمكن أن يساهم الإعلام؟ أنا أعتقد بأن مساهمته أساسية، إنما يجب أن يكون هناك أيضا استعداد لدى السلطة ولدى المجتمع لكي يساهموا جميعا في صنع السلم. أيضا أظن يجب أن نقنن الصور التي تخرج على الشاشات التي تبين مناظر كثير بشعة، خاصة بالنسبة للنشأ، يجب أن تعرف ماذا يجب أن يظهر على الشاشة وما لا يظهر. كل هالكلام هذا يعني أظن أنه مادة للحوار في هذا المنتدى. وللمرة الثالثة أيضا تم تسليم جائزة المنتدى للفائزين، هذه الجائزة التي نبعت لتحفيز الإعلاميين وللارتقاء بمستوى الخطاب الإعلامي من خلال مشاركاتهم ونتاجهم الذي يسهم في تحويل موضوع المنتدى إلى واقع ملموس ومؤثر. كتير تأثرت لما عرفت المعايير اللي تم على أساسها اختيار الجائزة، وعرفت لحظتها أنه في هناك عين عربية تراقب
وتحاول أنها تطور وتغير الوضع للأفضل. منتدى الإعلام السياسي حرص في نسخته الثالثة على أن يأتي مكملا لنسختين السابقتين، والتي تبنت جميعها فكرا إعلاميا موحدا يقوم على نبذ التعصب ويعزز من التعايش السلمي ويدعو إلى قبول ثقافة الاختلاف. بسام البدوي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.